أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وجه دلوقتي معايا فقرة الطقس. هيئة الأصداد الجوية بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية. أما بالليل فالجو هيكون مائل للحرارة رطب على كل الأنحاء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأصداد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا دكتور. بدايه عايزين نطمن على حال الطقس اليوم. احنا بالفعل اليوم بنشهد اجواء يعني صيفيه مستقره على كافه انحاء الجمهوريه، مع استمرار طبعا ارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسب الرطوبه، لان احنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فبتؤدي طبعا لارتفاع نسب الرطوبه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، بالاضافه كمان لزياده فترات سطوع اشعه الشمس. عشان كده احنا احسسنا بالطقس خلال فترات النهار طقس شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء. ده طبعا خلال فترات النهار. الاجواء كمان هتكون اجواء حاره رطبه على سواحلنا الشماليه، ودي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، مع ارتفاع نسب الرطوبه هنحس بيها لو تكون 38 او 39 درجه مئويه، لان نسب الرطوبه دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات. بالاضافه كمان ان احنا خلال فترات المساء هنلاحظ وجود نشاط للرياح، نشاط الرياح ده على اغلب مناطق الجمهوريه، سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، ده هيساعد على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، وبالتالي هنحس بانخفاض درجات الحراره واعتدال الاجواء خلال فترات المساء. ايضا خلال فترات الليل هنلاحظ زياده نسب الرطوبه، فبالتالي الاجواء خلال فترات الليل اجواء مائله للحراره على اغلب المناطق اللي موجوده في القاهره، محافظات جنوب البلاد، محافظات الوجه البحري، اجواء معتدله على سواحلنا الشماليه. بالاضافه كمان ان احنا في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل بتتكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه وايضا مدن القناه، لكنها شبوره مائيه خفيفه بثلاثه فوره سطوع اشعه الشمس، والحمد لله ما بتاثرش على حركه البحور، مع تكونها في الساعات المتاخره من الليل يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وتتلاشى مع الساعة السادسة صباحا. متوقع استمرار هذه الأجواء إن شاء الله لنهاية هذا الأسبوع، يمكن كمان مع نهاية الأسبوع توصل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، فلسه مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة. عشان كده مهم جدا ننصح السادة المواطنين ان احنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر. الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فمهم جدا بقدر الإمكان لو أنا موجود في الشارع يبقى دايما معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. مهم جدا مع ارتفاع نسب الرطوبة اللي بتتجاوز 90% على السواحل وبتتجاوز 80% على القاهرة الكبرى، إن أنا أبقى موجود في أماكن جيدة للتهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وإن شاء الله السلامة للجميع. إن شاء الله يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأصداد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، والبداية هتكون من القاهرة، بتسجل العظمى في القاهرة 36 والصغرى بتسجل 25، الاسكندريه العظمى 32 والصغرى بتسجل 24، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى بتسجل 23، سيوه العظمى 37 والصغرى بتسجل 25، بورسعيد العظمى 33 والصغرى بتسجل 25، دمياط العظمى 32 والصغرى بتسجل 24، الاسماعيليه العظمى 38 والصغرى بتسجل 25، السويس العظمى 37 والصغرى بتسجل 25. هنروح للعريش، العظمى فيها 33 والصغرى بتسجل 24، سان كاترين العظمى 33 والصغرى بتسجل 19، طابة العظمى 36 والصغرى 25، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى بتسجل 29، الغردقة العظمى 38 والصغرى بتسجل 28، الفيوم العظمى 38 والصغرى بتسجل 24، بني سويف العظمى 38 والصغرى بتسجل 24، المنيا العظمى 38 والصغرى 25.
هنروح لأسيوط العظمى فيها 39 والصغرى 25، سوهاج العظمى 39 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 42 والصغرى 26، الأقصر العظمى فيها كمان 42 والصغرى بتسجل 27، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 43 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى بتسجل 27، شلاتين العظمى 38 والصغرى 26، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى بتسجل 27. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لأحمد وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا.